تعيش مدينة فاس حالة مزرية من ناحية النقل الحضري. بالنسبة كي سولتنا على الملف ديال النقل الحضري بمدينة فاس، كما تتبع المواطن الكريم سواء في مدينة فاس أو على ربوع المملكة المغربية، حول السؤال ديالنا اللي طرحناه على السيد وزير الداخلية حول مآل ووضعية مستخدمين الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمدينة فاس سابقا، وكذا وضعية النقل الحضري بفاس على العموم، السيد الوزير كان واضح في الأجوبة ديالو حيث تطرق للملف الاجتماعي والحالة اللي تدرس في المديرية للجماعات المحلية بوزارة الداخلية من هذا الجانب، الشق الاجتماعي لهذا العمال هذو سابقا الوكالة المستقلة للنقل الحضري. أما فيما يخص ملف النقل الحضري وما يترتب عليه من أوضاع بمدينة فاس، فالسيد الوزير كان واضح في الأجوبة ديالو سواء على السؤال اللي طرحناه أو على أحد النواب المحترمين في إحدى الأسئلة حول تدبير المفوض، حيث قال السيد الوزير على أن لا يمكن لوزارة الداخلية أن تحل محل الجماعة المحلية، وبهذا قطع الشك باليقين على أن الملف هو الآن بيد الجماعة حتى تكون الأمور واضحة. احنا نهار اللي خدينا على العاتق ديالنا المسؤولية في تدبير الشأن المحلي بمدينة فاس، سواء أثناء حملاتنا الانتخابية أو أثناء تقلدنا لهذه المهمة في تدبير الشأن المحلي بمدينة فاس، ما تنهربوش من المسؤولية ديالنا اللي هي على العاتق ديالنا في جميع الملفات، وأخص بالذكر ملف النقل الحضري. فالإخوان وبعض الناس تقولوا واش فاس فيها غير النقل الحضري، أنا تنقول لا، فاس فيها مجموعة ديال الملفات اللي هذه تتعالج، مجموعة الملفات اللي هذه تناقش، وعلى رأسها اللي ستسمى العمود الفقري هو النقل الحضري، اللي بسبب السلبيات تدبير ديالو وبسبب سوء العمل ديالو في هذه المدينة، خلى هذه المدينة تراجع اقتصاديا اجتماعيا إلى المراتب المتأخرة في سلم الترتيب بين المدن. ولهذا كان من المفروض علينا ومن الواجب علينا على أننا لا عبد ربيه ولا السيد الرئيس ولا حلفائنا في التحالف لتدبير شأن مدينة فاس هو النضال من أجل استرجاع مكانة فاس إلى طبيعتها وإلى مكانتها الطبيعية اقتصاديا ثقافيا. جماعة عندها القدرة في اتخاذ القرار الجريء في تدبير النقل الحضري، طبيعة الحال هناك مسطرة قانونية، هناك كاين سبول، ما يمكنش بين ليلة ونهار غادي نقولوا حنا هاد الشركة سيري في حالتك ولا هاد الشركة، كاين مسطرة، كاين قانون، كاين اللي هو تأطر هاد العلاقة ديال الجماعة بين المفوض والمفوض له، وبالتالي هاد الشيء تيطلب واحد شوية ديال الوقت. فراه إلا صبرنا هادي سنين والمواطن تيتكرفص، فالآن جاب الله واحد الناس اللي تتناضل اللي ما راضياش على هاد النقل الحضري بمدينة فاس، وهذا وعد من عندنا كجماعة وكتحالف على أن سوف نبقى نناضل حتى يرجع مكانة النقل الحضري بمدينة فاس إلى الطبيعة ديالها، لأن لا يعقل باش تلقاو 8 ديال الصباح الطوبيس مازال ما تيتحركش، تلقاو 7:30 ديال العشية الطوبيس تيسالي، تلقاو 10 ديال النهار 11 النهار تلقاو إلا القليل من سميتهم الطوبيسات اللي تيتحركوا في المدينة، وهذا راه ما ترضاوش به، وسواء في علاقتنا مع المواطن سواء في مكانتنا ما بين المدن، راه ملي تنتلاقاو بعض الإخوان بعض المدن واللي هما عندهم نقل حضري في مستوى، حنا براسنا راه ما ترضاوش شيء، لأن حنا جزء من مدينة فاس، حنا منكم من هاد الساكنة هذه، وبالتالي حنا طبيعة الحال كاينة مسطرة، كاين عراقيل إدارية اللي غادي نتابعوها بطبيعة الحال، السلطات المحلية بطبيعة الحال حتى هي ما راضياش على هذا الشكل اللي غادي يدير فيه النقل الحضري، ولكن الأمور تتخذ بالتي هي أحسن، وحنا غادي في الطريق الصحيح وإن شاء الله الرحمن الرحيم، باش هذا وعد للمواطن الفاسي على أن فاس سوف تكون فاس أخرى
فاس اللي تتمناها اي مواطن فاسي كيف ما كان المستوى المعيشي ديالو. حنا لان النقل الحضري يمثل هو العجاله الاقتصاديه بين فاس. في الوقت اللي تتلقى المواطن الطوبيس يبقى له حتى العشرة الليل، طبيعة الحال تتكون عجاله اقتصاديه بين مول القهوه، بين ريستوراسيون، بين الخضار، بين العامل، بين النجار، والعجله الاقتصاديه تدور، وبالتالي فاس غادي تزيد للقدام. لهذا هذا هو الملف اللي خديناه في الاول على العاتق ديالنا، سوف نناضل من اجله. الاسئله ديال الاجوبه ديال السيد الوزير كانت واضحه. احنا من جهتنا كجماعه وكرئيس وكتحالف ما هاديش نطيحوا يدينا حتى ترجع ان شاء الله الرحمن الرحيم فاس المكانه الطبيعيه ديالها، وشكرا.